الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جاء في سنن أبي داود من حديث الصحابي الجليل رويفع رضي الله عنه، اسمه كده رويفع، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم أن محمدا بريء منه. طيب، الصحابي اللي اسمه رويفع ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلام، وقال له أول حاجة: لعل الحياة ستطول بك، ودي من النبوات، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا بعلمه أشياء عن طريق الوحي من علوم الغيب، وده ما معناه أنه بيعلم الغيب، خد بالك، في فرق بين كونه يكلمه بمعلومة عن طريق الوحي، وفرق بين كونه بيعلم الغيب. أما بيعلم الغيب، لا، ما بيعلم الغيب. ليه؟ لأنه ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طيب، إذا ما بيعلم الغيب وربنا قال له قول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة. كويس؟ مش ده كلام صريح واضح؟ ودي آية محكمة، آية محكمة في سورة الأنعام. تعرف صوفي ممكن يغالط الرسول ذاته، مش الرسول، مش ده كلام الله عنه، ممكن يغالط الرسول ذاته، قال: ولا أعلم الغيبة، يجي يقول: لا، أنت بتعلم الغيب يا زول، ولا أعلم الغيبة، مش آية صريحة؟ يقول: لا، بس متواضع يا رسول الله، لكن بتعلم الغيب. يا أخي، قال لك: ما بعلم الغيب، شنو تلف ودوران؟ كويس؟ هنا قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. سبحان الله، العلماء قالوا: وكان رويفع من المعمرين، زول عاش فترة طويلة جدا. طيب، قال له: فأخبر الناس، كلم الناس بعدين اللي بتقابلهم، لأن المنكرات اللي ذكرها له دي ثلاثة أشياء اللي ذكرها له في وقته ده كانت ما في، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما في المنكرات دي. الأولى: من تقلد وترا، كويس، أو الأولى: من عقد لحيته، عقد لحيته ده نوع من الـ 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 الأشياء اللي بيعملوها أقرب للتطير والعقائد عند الناس. الواحد يقول لك: لما ماشي الحرب أعمل كده، ولما تشوف حاجة سوداء بيحصل لك كده، ولما تشوف حاجة بيضاء بيحصل لك. فكانوا بيتفاءلوا بالانتصار، انه زول بيعقد لحيته، بلف لحيته بصوره معينه كده عشان ينتصر في الحرب، زي الحديث بتاع ذات انواط. ذات انواط شجره، انواط معناه اعلاق، وينوط يعلق، شجره بتاعت المشركين، اكان لما نجوا داخلين الحرب بيمشوا بشيلوا السيوف بتاعتهم بيعلقوها في الشجره. ليه؟ بيعتقدوا انه لما يعلقوا سيوف في الشجره دي حينتصروا في الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها واعتبرها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نفس النظام ده عقد اللحية، لأنه ده بيعتبروه من أساليب الانتصار. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، دي واحدة. اثنين، قال: أو تقلد وترا. الوتر الخيط أو الحبل، بتلقى هسه مركبينه الجماعة، بيركبوا لك في البهيمة، زول عنده ضان، كويس، ولا عنده حصان عاجبه، ولا حمار، تلقى مركب عليه خيط أو حبل في رقبته. ليه؟ يقول لك: من العين، ولا من العارض، ومن السحر. مش كده بس، بيعلقوه على الناس، واحد تلقى معلقه في رقبته هسه الشباب، واحد بيكون معلق ودعة، كويس، ولا معلق كمون في صدره كده، رابطه ومعلقه في صدره. تسأله ليه؟ يقول لك: من العين، وانا خايف يضربوني عين. طيب يا اخي، انت في السنه
السنة ما قابلتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال شنو؟ قال من نزل منزلا، انت دخلت بيتكم ولا دخلت لك دكان ولا جيت السوق ولا اي مكان، قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا اخي الشغلانه اللي داري لها حجاب لا حرز، تلقى الواحد مربط كله حجابات فهمت، واوراق ودلاقين وعوالق، وبعد دلاقين ودي كلها تلقاه مبشن وروحه طالعه، ممكن تلقى طاقه عربيه. يا اخي في عربيه قبل ايام لقيناها العربيه مقلوبه ومفجخه وورا فيها صوره البرعي قاعده كده. طيب البرعي ده بيشتغل بتين يعني؟ هي مقلوبه هسه بيشتغل بتين البرعي ده، ما ده ما بينفع بحاجه. الناس لو بتعرف السنه، النبي قال لك قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بس كلمه بسيطه ولا بتكلفك، دي حمايه لك. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء ولا اي حاجه، لا شيء معنوي ولا شيء حسي، حتى الاشياء المعنويه ما تضرك، اشياء حسيه ما تضرك. الامام القرطبي قال استعملت الحديث ده 40 سنه ها، قال يوم من الايام نسيت وضربتني عقرب، لانه شوف القدر لما يقع، لما يقع القدر تنسى الذكر ده ذاته انت تنساه، لانه ربنا موقع عليك القدر على اي حال. كويس. النبي عليه الصلاه والسلام قال من عقد لحيته زول بالشأم بالحاجات دي او بيعملها عشان ينتصر بها، دي ما عندها علاقه بالانتصار. زي هسه الجماعه الواحد تلقاه من الصباح منتظر البرج بتاعه، الجرايد طلعت يقول لك الابراج، يفتح برج العقرب وبرج الثور والجدي وما تعرف العتوت وشنو الابراج دي شنو، يقول لك انا لابد اشوف برج الليله بيحصل فيه شنو. برج الجدي يقول لك الليله كل واحد صاحب برج الجدي بتحصل له بعض الاضطرابات النفسيه وبيعاني من الام ومضايقات من بعض الاصدقاء، طبعا كلام فضفاض يعني، ده اي زول ممكن يكون عنده. يقول لك برج الجدي بتعاني من بعض الاضطرابات احيانا ولك شيء من الاحتكاكات مع اصدقائك والام نفسيه، ده ما يزول عنده اصلا، ما عنده منه، ما يزول عنده، لكن انت بيوهموك، يوهموك بالابراج دي وبرجك وبرجي وفيه كده وبيحصل لك كده، ده كله عباره عن سحر وتعامل مع الشياطين. بس النجوم دي ما عندها علاقه، شوف النجم ده طلع به جاي ولا بهناك، ما عنده علاقه مع موت زول ولا مع حياته. لمن مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم، لما مات كسفت الشمس، الشمس لما كسفت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم داري عالق للناس قضيه بتاعت عقيده، في كثير من الناس اعتقدوا انه الشمس دي كسفت بهذا السبب لموت ابن النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرق على الناس قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله سبحانه وتعالى لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. موضوع منتهي، ما عنده علاقه بك انت، شمس كسفت، القمر، النجمه مرقت بجاي، نجمه مرقت بهناك، ده ما عنده علاقه مع حياتك. قتاده رضي الله عنه قال خلقت النجوم لثلاثه، ثلاثه امور، زينه للسماء، مش الله قال كده وزينا السماء بمصابيح وحفظا، زينه للسماء، ده واحد. اثنين قال ورجوما للشياطين، ثلاثة قال وعلامات يهتدى بها. زمان العرب بيعرفوها، وسهلنا في البلد بيعرفوها، الواحد يقول لك امشي مع التريه وامشي مع شنو، مع الثلاثة بنات وكده بسموين، تمش معاه كده ماشي شرق، تمش معاه، علامات يهتدى بها. قال فمن تأول فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. اي زول يقعد ينجر يقول لك نجمي ونجمك والعقرب فيا والبرود، يا زول لا في عقرب عنده علاقه مع حياتنا، نحن اقدارنا كلها مسطره ومكتوبه من عند الله عز وجل، ما في زول عنده علاقه معه. طيب فهمت كلامي؟ فاذا النبي عليه الصلاه والسلام قال له في ثلاثه حاجات يا رويفع،
أنا دارك تنتبه معاي لفائدة جميلة في الحديث ده. الحاجات اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم دي كانت موجودة ولا هو تنبأ بوقوعها؟ تنبأ بها كانت ما في صح؟ يلا ركز معي. هذه الأشياء لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أكانت ما موجودة؟ العلماء قالوا ده فيه إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون عن أشياء ما موجودة ذاته، لكن أنت بتخاف تحصل، أنت خايف إنها لقدام تحصل، تحذر الناس منها، فما بالك لو كان المنكر موجود؟ يبقى واجب ولا ما واجب؟ يبقى من باب أولى للمنكر الموجود. لأنه في ناس الليلة الواحد يجي يقول لك أنتوا بتتكلموا عن الصوفية وبتحذروا من الصوفية وبتعملوا كده، أنتوا ليه بتقولوا حاجات زي دي؟ وهو بيقول لك حاجات زي دي عندنا إحنا ما في. لو كانت ما في، شوف الصوفية دي لو ما في، لو ما في البرعي ولا الصايم ديمة ولا حسن وتحسونة ولا أي واحد، لو ما فيش أنت، نحن ممكن نجي نعمل حلقة هنا ونقول لك لو جاء حسن وتحسون اعملوا حسابكم منه، ولو جاء البرعي قال لكم كده وقال لكم كده اعملوا حسابكم منه، وما في ذلك يقدر يقول لنا حاجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع لعل الحياة ستطول بك. انت ده الوحي كلمه انه بتعيش يا رويفع كثير، قال له كلم الناس اللي بعدين بتقابلهم ديلك، كلمهم انه الاشياء دي كذا 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 دي اللي بيعملها النبي بريء منه. بعدين في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة، والليلة الدعاة اللافين في الساحة ديل، ما زي ما قال لك اخونا محدين قبل شوية وانا عجبني كلامه، انه المحل ده بيجوك فيه دعاة كتار. نحن حلقتنا معروفة يوم السبت ويوم الاربعاء، في دعاة تاني بيجوك هنا، واحدين عندهم دقون لحى زي حقتنا دي، واحدين ما عندهم، واحدين صوفية عديل، واحدين عاملين فيها سلفيين. لكن هؤلاء والدعاة ديل اغلبهم دعاة منحرفين تماما، ده بالنسبة لعندهم دقون. فهمت كلامي؟ ليه؟ لأنه يا أخواننا الدعوة عندها أساسيات وعندها وصول بتنبني عليها. أنا لا داير أدعو الناس للإسلام، أول حاجة بدعوهم للتوحيد. الجماعات الشغالة الليلة دي، هل أول دعوة للتوحيد؟ هسه أمشي مع موسى صار السنة، هذا المركز بتاعهم قريب بيجاي، بس أقطع الكوبري ده وأول ستوب بيقابلك بتاع الكوبري بتاع الثاني جنب المولد ذاك، لف على يدك الشمال، على يدك اليمين بتلقى الجامع بتاع انصار السنه، ده المركز العام حقهم، ده المنبع بتاعهم ذاته. انت عارف جوا المركز بتاعهم وديل العاملين فيها دعاة السلفيه جوا المركز بيكرموا الصوفيه. دي دعوه دي؟ يجيبوا الطرق الصوفيه بتاع الطريقه السمانيه، بعديه بتاع الطريقه تاني شنو؟ القادرية، يرصهم تكريم لهم. وبتاع السمانية قال أنا أتشرف قال بتكريم أنصار السنة لي، وقال كثير قاعد يجيبوني ويكرموني في المركز العام بتاعهم. ديل دعاء التوحيد، والله لو ديل دعاء التوحيد على التوحيد السلام، ما في توحيد تاني. أنت بتكرم الصوفي، الصوفي بيجيك بيدو القام بتاعه، وشوف الصوفي عنده عزة بعقيدته الباطلة أكثر من صاحبك ده. في التلفزيون جابوا مناظرة يا أخوانا، أنا دار أوريك الواقع وده الحاصل. أنت قد ناس يختلفوا مع كلامنا ده ويقول لك لا لا وكده، أنا بملكك معلومات. ده جابوه اسمه ود البلة، داعية بتاع أنصار السنة، جابوه في التلفزيون في مناظرة مع واحد صوفي اسمه الياقوتي. الصوفي الياقوتي بيطعن في ابن تيمية وبيطعن في التوحيد وبنبذ نبز غريب وبيتحدى، وده كان صار السنة بدل يرد عليه ويبري شيخ الإسلام ابن تيمية ويبري الدعوة السلفية ويدافع عن التوحيد، ده قاعد يقول له سنلتقي مع عقلاء الصوفية، نلتقي وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. عليك الله، ده ما خازوك؟ ها؟ والله خازوك كبير. ده أكلمك النصيحة يا ناس، هو التوحيد ده لعبة؟ الناس قالوا التوحيد ده شعارات؟ أكلمك النصيحة الآن، الدعوة بتاعت التوحيد عند أنصار السنة صارت شعارات فقط، بس شعار. دعوة التوحيد
شفت غير الشعار ده ما في شيء ثاني. تعال جامعهم الان اقول لك شيء، خلي ادوني فرصه في اي جامع حقهم، اي جامع، ولا بجيب اسم البرعي ولا الصايم دي، مش اسماء ما دارينا، انا ما بجيب اسم الزول، لكن بتكلم في التوحيد والعقائد الخربانه والقصايد اللي في التلفزيون وفي الرادي والعقائد في الكتب بتكلم عنها بصراحه. متاكد انا من الجمعه دي نص الجامع ده بيطلع برا، والله يطلعوا، لانه قاعدين عقيده وقاعدين جوا. السبب شنو؟ انه الداعيه اللي بيكلمون الشيخ اللي بيكلمون ده زول ما واضح وما امين، ما عنده امانه. انت لو عندك امانه المستمع لك ده خليك انت امين معاه، وقول له ده الحق وده الباطل، داير يجيك يجي، ما داير يجي اللي يمشي، انت داير به شنو؟ مصلحتك فيه شنو؟ عشان كده شفت الحلقات اللي هنا دي، ونحن ما كنا قاعدين نسالهم، بنخليهم البكوركو ده ساي يجي يوم الاحد تلقى واحدين، يوم الاثنين، ويوم الخميس تلقى الصوفي ذاك، وتلقى حميده، وتلقى حامد وكده. شوف اكلمك النصيحه وما بغشك، وده شيء بدين به الله، والله بيسالني ما تحضر اي حلقه للجماعه ديل ولا واحده ابدا، ولا لو شفتهم شغالين ولا تقف تشمر ساي. في ناس بيجيبوا للشمار واحد تلقى واقف يقول لك كذا، انا اشوف ديل فهم شنو؟ لا فهم ولا غيره. اتخارج يا زول، انت دينك ده بتلعب بيه؟ تلعب بقلبك؟ تسلمه لاي زول؟ زول خاين في النهايه دار ياكل باسمك انت المسكين اللي قاعد تحضر له؟ طيب على اي حال، رويفع رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام وصاه، قال له اذا رايت زول تقلد وتر، لابس وتر في رقبته، او عقد لحيته، او استنجى برجيع دابه، رجيع الدابه ده الروس بتاع الدواب، الروس بتاعك، البعر بتاع الحمار ولا الغنمايه ولا كده، رجيع الدواب وخاصه الدواب ماكوله اللحم دي بياكلوها دواب الجن، ده طعام بياكلوا من الروس بتاع ده. عشان كده انت مرات لو استنجيت بها ممكن يضربك شيطان، انت ما تستبعد الحاجه دي، ممكن يضربك، تلقاك انت ولا متعود ذاته، وتجي تلقى لك عظم تستنجبه، روس بتاع دابه تستنجبه، ممكن يضربك شيطان، وممكن تاذي الشيطان المسلم لانه بياكل منه. فالجان المسلم او غيره بياكل من العظام، العظم بياكلوا منه الجوان، وروس الدواب بتاعتنا بياكلوا منه دواب الجن، كويس؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال اللي بيعمل كده محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه تماما، كويس؟ طيب في تنبيه هنا انا انبه عليه قبل ما ادخل اخونا بشوك. بعد انتهاء الحلقه يا اخواننا في ناس بيقعدوا بيتناقشوا، في صوفيه بيستغلوا وجود الناس، الصوفي ما عنده حاجه، اصل انا لو اديته المايك ده لاقرب صوفي قول له تعال هنا، انت مش عندك دعاء غير الله بجوز؟ اديك المايك ده تعال ادينا خمسه ادله لجواز دعاء غير الله، اي صوفي تفضل. أنا مستعد أديك الآن، أديك 30 دليل إنه دعاء غير الله ما بجوز، أصدي 30 دليل من آية لحديث، صوفي عندك خمسة أدلة تعال قدمها، آيات وأحاديث تعال قدمها خش، الآن أنا بديك فرصة تعال خش. ما بتقدر يا أخي، شفت ناس بيخلقوا الفوضى، تفضل جلس، تفضل جلس، تفضل جلس، كويس؟ ناس بيخلقوا الفوضى، عشان كده أنا ما دايرك تتيح أي مساحة أنت كزول مستمع كريم للحلقة ومواظب عليها. أول ما انتهت حلقتنا يا إخواننا أي زول طوال يتوكل يصلي، بعد ما صليت أركب المواصلات، ولا إن جاي بعربية أركب عربيتك وامشي البيت طوالي، ما تقعدوا تعملوا نقاش، ما بتستفيد حاجة، ده بتاع انغلاط وراس دمك، فهمت؟ كان دقيت فيه 100 سنة ما بتستفيد منه حاجة، ولا تناقشهم. زول لو ما نفعته الحلقة دي، سبعة متحدثين بيقولوا آيات وبيقولوا حديث، لو دي كلها ما نفعته انت دار تنفعه بعدين بكلمتين ولا ثلاثة؟ خليه يستفيد من ده، عشان ما تفتح لك باب بتاع فوضى وشوشرة، وحتى السلطات ما بتقبل يا اخواننا اي تجمعات بعد الحلقة، يعني ممكن يجي يمسكوك ناس الشرطة، ممكن يسوقوك القسم، ممكن يحصل اي شيء، انت بعدين تعرف تبقى النتيجة بالنسبة لك صعبة. ما تقعد مع اي زول بعد الحلقة، انتهت اتخاري طوال امشي. نقدم اخونا بشوك ولا شهاب عوض؟